بيديهم افضليه دايما في ان هم عندهم قدرات هجوميه قويه. الناحيه الثانيه فاركو بيعاني نسبيا في الناحيه الهجوميه. فاركو في غياب عمرو جمال عنده مشكله كبيره جدا، يعني لو شفنا خريطه تسديدات الفريق في مباراه طلائع الجيش وشفنا مقارنه بمباراه الزمالك هتشوف الفرق ازاي عمرو جمال بيفرق تماما. يعني لو شفنا مباراه طلائع الجيش تحديدا هتلاقي ان فاركو في مباراه طلائع الجيش سدد ما يقرب من 7 أو 8 تسديدات، لا الخريطة التوزيع التسديدات، توزيع التسديدات فاركو امام طلائع الجيش هتلاقي ان هنعرضها دلوقتي دي برضو ليها دلالة تانية بس لما نروح لها في فاركو تحديدا، لكن توزيع التسديدات بتاعت فاركو امام طلائع الجيش سدد حوالي 7 تسديدات هي دي، 2 بس من جوه 18 ده في غياب عمرو جمال، 2 بس من جوه منطقة الجزاء. لكن توزيع التسديدات بتاعت فاركو في مباراة الزمالك في وجود عمرو جمال هتشوف الفرق، هتشوفي قد ايه عمرو جمال مؤثر في ان هو الفريق بيخش جوه ال 18 كتير. فده اهو بالظبط، بصي كام تسديده من جوه ال 18 بالظبط في مباراه الزمالك، بنتكلم في حوالي 5 7 9 تسديدات من جوه ال 18 في مباراه الزمالك. الناحيه الثانيه 2 بس في غياب عمرو جمال، وده اللي خلاهم يتجهوا شويه لشكري نجيب، لكن حظهم السيء ان شكري نجيب اصيب وما لعبش. لكن لحد دلوقتي هو فاركو عنده مشكله في صناعه الفرص، في صناعه الاهداف. احمد شريف على فكره لعيب كويس جدا، تاني هداف في الفريق، يعني هو مش تاني هداف، هو بالتساوي مع عمرو جمال، لعيب مختلف عن عمرو جمال بالظبط، ستايل تاني، ستايل مختلف بالظبط. لكن هم حتى في التهديف عمرو جمال هدفين واحمد شريف هدفين، لكن الاكثر تسديدا عمرو جمال ب 13 تسديده ده في الدوري. طب هل ده بيرجع لعمرو جمال ولا بيرجع لطريقه اللعب بتخدم بشكل افضل على عمرو جمال من قبل اللاعبين؟ الاثنين. كابتن مجدي عبد العاطي، كابتن مجدي عبد العاطي اصله كان فرود منطقه وفرود صندوق تقيل يعني، فبيحب المهاجم ده، فهو بيعتمد على تحركات عمرو جمال وطبعا الامكانيات الفرديه لعمرو جمال كمهاجم كبير ومهاجم دولي سابق ومهاجم كان في ناس بتنادي ان هو كان يكون موجود حتى في كاس العرب مع المنتخب الوطني. فالاثنين عملوا المزيج ده عكس غزل المحله اللي زي ما شفنا عنده مزيج من الاسلحه الهجوميه، في تسديد من الخارج، في عبده يحيى زي ما كابتن تامر كان بيقول، لو عبده يحيى لو في مهاجم 9 موجود عبده يحيى بيلعب طرف، فعندهم مرونه وعندهم قدره على تنويع الهجمات. الناحيه الثانيه فاركو تارجت مان واحد، لما بيغيب بيظهر شكل الاداء ده او غياب خروج الفريق بره ال 18 وبالتالي تهديد الفرق الثانيه.